هل أنتم مستعدون لقصة جديدة ومدهشة؟ هل تتذكرون الأفلام الصينية التي يظهر فيها مقاتلو الشاولين القادرين على الطيران وتكسير الحجارة بأيديهم العارية أو التأثير على عقول الآخرين؟ نحن نعلم أن ذلك مجرد تمثيل، لكن ما الذي يستطيع مقاتلو الشاولين الحقيقيون فعله؟ هل يمكن لهم التفوق على الملاكمين والمصارعين المحترفين؟ ذلك ما سنشاهده اليوم. لننطلق. سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ كل شيء بدأ في عام 495 عندما تم تأسيس أول مدرسة للشاولين. لم يكن مؤسسها صينياً، بل تم تأسيسها من طرف راهب هندي اسمه بودا باجرا. في عام 530 قام راهب هندي آخر يسمى بوذي هارما بتأسيس معبد روحي لمقاتليه الشاولين، حيث كان الأخير يعتقد أن تقوية الروح ستزيد من قوة الجسد. إذن فالهنود هم الذين كانوا سباقين لتأسيس هذا الفن القتالي وليس الصينيين. بحلول القرن السابع أصبح الشاولين بالفعل فنا مشهورا للدفاع عن النفس. ابتكر الرهبان فنهم القتالي الخاص الذي يسمى كونغ فو شاولين، وقاموا بتطويره بشكل مستمر على مدى 14 قرناً من الممارسة. هذه فترة طويلة جداً، لكن لماذا يجب على الرهبان تعلم الفنون القتالية؟ أليس ذلك ضد مبادئ البوذية؟ حسناً، الهدف من إنشاء هذا الفن ليس القتال. نشأت هذه المدرسة في الأساس للدفاع عن النفس، حيث إن الرهبان في ذلك الوقت غادروا مجتمعاتهم لجمع التبرعات، وأثناء ذلك تعرضوا للكثير من عمليات السرقة والسطو. وإذا لم يكن هناك أحد قادر على مقاومة اللصوص فإنهم سيأخذون كل شيء. في النهاية قرر الرهبان بأن السلام أمر رائع، لكن تعلم الفنون القتالية والدفاعية أمر جيد أيضا. كان الشاولين يقاتلون بيدين عاريتين، لكنهم يقاتلون اللصوص فقط. وأثناء دعمهم للإمبراطورية الصينية في الحرب على المتمردين، روت بعض الأساطير بأن 13 مقاتل شاولين تمكنوا من الفوز على مفرزة كاملة من الأعداء وهزمهم بالكامل. المعروف عن الشاولين أنهم نباتيون ولا يشربون المواد الكحولية أيضاً، لكن ماذا عن تقنيات التدريب؟ يستمر التدريب الأولي للشاولين لمدة ما بين 3 إلى 5 سنوات، ويكون التدريب في الجبال، حيث يتم استخدام حجارة يصل وزنها إلى 10 كيلوغرامات لبناء القوة الجسدية. تخيل أنك تحمل هذا الوزن في يدك، ذلك صعب، لكن الشاولين يفعلونه بسهولة. يزداد الوزن تدريجياً إلى أن يصل إلى 40 كيلوغراماً، والمقاتلون القدماء يستطيعون حمل حجر وزنه 150 كيلوغراماً بأصابعهم فقط. يتم تزويد عضلات الجسم دائماً بأحمال إضافية أثناء تسلق الجبال، كما يتم استعمال بعض الأجسام المعدنية والأحذية الثقيلة. تمارين الضغط أيضاً طريقة يستعملها المقاتلون لتطوير قوتهم. يمكنهم القيام بهذه التمارين على 3 أصابع فقط، وهو أمر مدهش. من فضلكم لا تجربوا ذلك في المنزل. مقاتل الشاولين يفعلون ذلك بعد تدريب طويل لإكساب الأصابع قوة أكبر. يتم الاعتماد أيضاً على الركض في الجبال مع أوزان أو بدون أوزان لاكتساب القوة، والركض السريع والقفز أيضاً. تعتقدون أن حياة مقاتل الشاولين هي حصة تدريبية عادية، أليس كذلك؟ لا، الأمر مختلف تماماً. يمكن أن يكرر المقاتلون التدريب لـ200 أو 300 مرة على التوالي. يقومون بالعديد من التمارين الصعبة، من بينها تمرين الثعبان الزاحف، حيث يصعد المقاتل الدرج على أصابع يديه وأصابع قدميه فقط. الإنسان العادي يمكنه القيام بذلك لمدة 45 ثانية فقط في أحسن الأحوال، كما أننا لا ننصحكم بتجريب ذلك. بالمناسبة، هل لاحظتم أن كل مقاتلي الشاولين أقوياء جداً لكن أجسامهم نحيلة؟ هم ليسوا مثل لاعبي كمال الأجسام، فكيف ذلك؟ يكمن السر في النظام الغذائي الخاص، حيث إن الشاولين لا يتناولون اللحوم ولا يشربون الحليب، ويتناولون بعض الأسماك إضافة إلى الأرز والخبز والخضروات والفواكه، وبالطبع لا يشربون أي مشروبات كحولية. ويرى العديد من العلماء أن الإنسان بحاجة إلى البروتينات الحيوانية من أجل النمو بشكل طبيعي، لكن الشاولين يثبتون أن العلماء مخطئون في ذلك. يمكن للنباتيين أيضاً أن يحصلوا على أجسام قوية إذا تم تطبيق نظام غذائي مناسب، لكن القوة ليست كل شيء. يقضي المقاتلون الكثير من الوقت أيضاً في تمارين التمديد وتقوية المفاصل. يمكن للأطفال الذين يبلغ عمرهم 10 سنوات أن يقوموا ببعض التمارين الشاقة مثل التعلق على قضبان أفقية وهم ملتفون مثل العجلة لأكثر من ساعة. وعند إتقان هذا الأمر ينتقلون للتمرين الموالي، وهو الالتفاف حول الأشجار مثل الثعابين.
يمكنكم تخيل القدر الهائل من المرونة والقوة اللازمتين للتمسك بشجرة في هذه الوضعية. تمرين آخر شاق يتمثل في الجلوس بوضعية القرفصاء مع إبقاء الظهر عمودياً. قد يكون بإمكانك القيام بذلك لمدة دقيقتين أو 3 دقائق، لكن مقاتلي الشاولين يصمدون لعشرين دقيقة أو ساعتين كاملتين. هذا التمرين منهك جداً للعضلات والأربطة. إذا كنا نتحدث عن بقية الناس فالرياضيون فقط من يمكنهم القيام بذلك، أما في مجتمع الشاولين فالأطفال أيضاً يفعلونه بسهولة. تمرين آخر صعب يتمثل في رفع كامل الجسم وإبقائه في وضع أفقي على اليدين فقط. البقاء في هذا الوضع لمدة طويلة صعب للغاية. يمكن لمقاتلي الشاولين أيضاً التوازن على رماح حادة أو رفع الساق عمودياً لساعات والتوازن على الساق الأخرى، المشي على الحبال أو التوازن بحمل دلاء الماء بإصبع واحد فقط. بعض التمارين تشبه تماماً ما يقوم به مقدمو عروض السيرك، لكن كيف يقومون بتقوية أصابعهم؟ يقوم مقاتلو الشاولين بتقوية أصابعهم عن طريق حمل أباريق ثقيلة جداً على أصابعهم. يكون وزنها خفيفاً في البداية، ثم تتم زيادة الوزن تدريجياً إلى أن يصل إلى 20 كيلوغراماً، أو يتم غرس الأصبع بقوة في الرمال ثم الحصى، وبعد ذلك في الأشجار مثل هذه الشجرة التي تضم الكثير من الثقوب التي يقول الصينيون إنها علامات لتدريبات الشاولين الذين كانوا يضربون الأشجار بأصابعهم. حسناً، أنا شخصياً لا أصدق ذلك. قد تكون تلك الثقوب معدة خصيصاً لإثارة إعجاب السياح لا أكثر، لكن لماذا يحتاج المقاتلون إلى أصابع قوية؟ السبب مقنع. الأصابع القوية يمكنها ثني معصم شخص، كما أنها تجعل القبضة مؤلمة وتمكنهم أيضاً من تسلق الجدران عن طريق التمسك بالنتوءات والشقوق الموجودة عليها. هذا المقاتل مدهش، يقف رأساً على عقب وعلى أصبع واحد فقط. تحدثنا عن التدريبات البدنية، لكن ماذا عن تدريبات القتال؟ يقوم المقاتلون بتدريبات كثيرة من أجل تطوير القوة والسرعة. في البداية يلكمون الأكياس الرملية الموضوعة على الطاولات، ثم ينتقلون إلى لكم الأخشاب المغروسة في الأرض. ذلك يعطي شعوراً جيداً، خاصة حين يشعر المقاتل بأنه قادر على توجيه لكمات قوية وسريعة. لكن التجربة الأفضل هي تلك التي يستطيع المقاتل فيها تحطيم لوح خشبي أو حتى صخرة بيديه العاريتين. يمكن أيضاً استخدام بعض الدمى الخشبية، وهي عبارة عن وتد خشبي تمتد منه الكثير من التفرعات، وهي تساعد المقاتلين على زيادة سرعتهم ومرونتهم. ومن أجل التدرب على السرعة أيضاً يعتمد المقاتلون على إطفاء الشمع بالهواء. يتم في هذا التدريب الاعتماد على شمعة مشتعلة، ويقوم المتدرب بلكمة سريعة بالقرب من الشمعة لإطفائها. يمكن للمحترفين إطفاء شمعة تبعد عنهم بحوالي 2 متر. يمكنكم تخيل مدى قوة هذه اللكمة، وإذا أردتم شيئاً مدهشاً فإليكم هذا المقطع. يطلق هذا المقاتل إبرة خياطة بيديه العاريتين من خلال صفيحة زجاجية. الزجاج لم ينكسر، وذلك دليل على قوة الطلقة. ذلك يعني أن الإبرة انطلقت من يده مثلما تنطلق الرصاصة من المسدس. وإذا كنتم تعتقدون أن الإبرة ثقبت الزجاج وعلقت به فأنتم مخطئون. في تجربة أخرى تم وضع بالون هوائي خلف الزجاج. الإبرة اخترقت الزجاج وفجرت البالون وواصلت مسارها. أمر مبهر حقاً. لكن كم الوقت الذي يقضيه مقاتلو الشاولين يومياً في التدريبات؟ تبدأ التدريبات في الساعة 5:30 صباحاً إلى 6:00 مساءً، يعني أنها 12:30. يحصلون على ساعة للراحة وقت الظهيرة حين يتناولون الغداء، ويمكنهم النوم لبعض الوقت. يرى العلماء أن النوم لمدة 30 دقيقة بعد الغداء يساعد على زيادة التركيز وتطوير رد الفعل السريع. يعيش المقاتلون بهذا النظام الصعب لعدة سنوات، أما التحول إلى مقاتل محترف فيستغرق حوالي 20 سنة من التدريب. يلتحق الأطفال بمعسكرات الشاولين في عمر 6 سنوات، وينتهون من التدريب وهم رجال بالغون. وعند الحديث عن الشاولين فلا بد أن نذكر كين شو باو. قتل هذا الرجل مقاتلاً آخر أثناء التدريبات، وكان عليه الهروب. بعد هروبه كان يقضي حوالي 20 ساعة يومياً في التدريبات، وبعد 3 سنوات أصبح قادراً على مواجهة 30 رجلاً في نفس الوقت. وبعد 5 سنوات أخرى أصبح التغلب عليه مستحيلاً. لم يخسر نزالاً واحداً طيلة حياته.
على كل حال، عاش هذا الرجل منذ حوالي 200 عام، لكن ماذا عن المقاتلين الحاليين؟ هل هم حقا بارعون مثل ما نرى في الأفلام؟ بالطبع لا، مقاتلو الشاولين ليست لديهم قوى خارقة، لا يستطيعون الطيران ولا يستطيعون التغلب على 100 رجل، لكن بإمكانهم التغلب على ملاكم عادي أو مصارع بسهولة. وفي الغالب لا يفضل المقاتلون القيام بذلك، لأن أحد أهم مبادئ الشاولين هو اكتساب القوة للدفاع عن النفس ولحماية الضعفاء وليس لمقاتلة الآخرين، كما أن معظم التدريبات التي يقومون بها هي تدريبات فردية ولا تكون فيها مواجهات مباشرة بينهم. لكن هل لدينا مثال؟ نعم لدينا، إنه ليونغ، وهو مقاتل مشهور وبطل عالمي. لم يلتحق هذا الرجل بمعابد الشاولين، لكنه تدرب على طريقتهم وهو الآن محترف في فن الووشو والصيني. تمكن هذا الرجل من التفوق على المصارعين والملاكمين وحتى مقاتلي الكاراتيه. خاض في حياته 74 نزالاً، ربح 61 نزالاً، 23 منها بالضربة القاضية، كما فاز عدة مرات بالبطولة الصينية للرياضات القتالية المختلطة التي يشارك فيها جميع المقاتلين في مختلف المجالات. يمكنكم تخيل ما يمكن لرجل تدرب على طريقة الشاولين القاسية لمدة 20 سنة القيام به. والآن لابد أنكم تفكرون بأن هؤلاء الرجال أقوياء، لكنهم غير مثقفين. أنتم مخطئون. رغم أنهم يقضون كثيراً من الوقت في التدريب الجسدي، إلا أنهم يقضون 3 ساعات يومياً في الدراسة أيضاً، حيث يدرسون اللغة الصينية والإنجليزية والرياضيات وعلوماً أخرى. لديهم تلفزيونات وأجهزة الحاسوب، الكثير منهم يستخدمون الهواتف الذكية، وهم على اتصال دائم مع العالم. ويمكننا إخباركم بأن 50% من المتدربين على فن الشاولين لا يمكنهم خوض قتال حقيقي، فهم يقضون وقتهم في العبادة وتقوية الجسد، لكنهم لا يملكون المهارات القتالية. كما أن مقاتلي الشاولين يفضلون قضاء وقتهم في مساعدة الناس والتطوع في صفوف المؤسسات الطبية وإجراء الدراسات العلمية. في النهاية يمكن القول بأن مجتمع الشاولين هو مجتمع لتطوير الذات وليس ثكنة عسكرية.